والضرب الذي بيحصل ما بين حس زي ما حسيت على ميت اصحاب تعز، او لا بين حس انهم يعني اكثر من اولادي. والجريمه اللي فعلها علي عبد الله صالح لا نسامح ولا نتنازل، وانا وانا في ساحه التغيير اني ما اطلع الا بعد ان شاء الله، بعد ما ننصر اهل تعز وننصر اليمنيين بشكل عام باذن الله. الله ينصرنا وينصره قلبي معاهم. الله ينصر اي طلب يطلبه، انا عندي بيت لو يطلبوا ابيعه واخيم في الشارع انا مستعد من شم اولادنا الذي في تعز. قلبي مع اهل تعز ومع اهل عدن ومع اهل يعني المعتصمين في اليمن بشكل عام. وانا مكلف ولا حد معي ما معي لا بيتي، مستعد اضحي ببيتي واولادي وبروحي من شان اولادي الذي في تعز. واننا مريضه عليهم ما مرض على اولادي ما مرض على اصحاب تعز. والله ينصرهم والله يشبطهم واحنا معاهم، وانا بين ادعي لهم الليل اكثر من النار، واقوم الليل اصلي وادعي لهم بالنصر ان الله ينصرهم وينصر اليمن يعني كامل باذن الله.